الأول. أذهب مع حضراتكم لنتابع أحد الموضوعات اللي أثار جدل شديد للغاية، وجدل الحقيقة جزء منه معتم في ناحية وجزء معتم في الناحية الثانية. الروهينجا، صراع ديني ولا صراع عرقي؟ ظالمين أم مظلومين؟ علينا دور ولا لا؟ وحدود دورنا إيه كمجتمع دولي وكمسلمين وكعرب وكإخوة في الإنسانية؟ نيويورك تايمز كتبت نصف نازح الروهينجا أطفال. قال عمال وإنقاذ لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أكثر من نصف لاجئي أقلية الروهينجا الذين فروا من أراضيهم في ميانمار أطفال، من بينهم المئات الذين سافروا بدون أفراد عائلاتهم، ما يعرضهم للكثير من المخاطر في معسكرات اللاجئين في بنغلاديش. كانت الأمم المتحدة قدرت أعداد اللاجئين الروهينجا الذين تركوا ولاية راخين بداية من 25 أغسطس ب400 ألف شخص، مشيرة إلى أنهم يصارعون الآن للعثور على الطعام والمأوى والمياه النظيفة في بنغلاديش. وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم اليونيسف إن المخيمات مزدحمة للغاية، مضيفا أنها موحلة ويزداد الأمر سوءا كل يوم بسبب استمرار سقوط الأمطار. حتى هنا، حتى هذه النقطة، الحقيقة لا حديث عن السياسة، الجانب إنساني تماما، علينا أن نتحرك جميعا، كل من لديه إنسانية أو دم يجري في عروقه أو موقفا أو يحب وطن أو يحب ربنا عليه أن يتعاطف. بالمناسبة ليس هناك فيما نتحدث عنه في هؤلاء اللاجئين والأطفال مكان لعدم التعاطف. قدرت الأمم المتحدة عدد الأطفال اللي انفصلوا عن عائلاتهم ويعيشون الآن في المخيمات ب1267 طفل، وأشار بوليراك إلى وجود نحو 230 ألف طفل بين اللاجئين الذين وصلوا إلى المخيمات من 400 ألف. لغاية هنا وتصمت الأصوات، لغاية هنا والأطفال يعني يقتلون، كفاية اللي حصل في إفريقيا وكفاية اللي لازال يحصل، على ضمير العالم أن يستيقظ.